الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة مساء. كيف ما شفتوا اليوم كانت الدورة تاع المؤسسات تنعقد، ولكن مع الأسف بعد حصول النصاب القانوني تم تأجيل الدورة إلى يوم الثلاثاء المقبل. وهذا الشيء دائما مع الأسف دائما هذا هو الحدث، دائما هذه المؤسسة تلاحظوا فيها الغياب دائم تاع الأعضاء، دائما تتعاقد من حضر في المرة الثالثة، رغم أن اليوم كانوا نقاط جد مهمة جدا اللي كانت خصوص هو إحداث واحد خطوط خط سياحي، خط تنقل سياحي اللي غير من سنتر الفيل حتى المول ويمر عبر الشاطئ، وخط سياحي ثقافي اللي غيدوز اماكن ثقافيه بمدينه الدار البيضاء. هاد جوج خطوط اللي سيتم الاحداث تاعهم هما اللي كانوا غتكون الدراسه تاعهم وتصويت عليهم اليوم ان شاء الله، بالاضافه الى خط ثالث اللي تيهم من سنتر الفيل لمطار محمد الخامس. هادو هاد النقاط كانوا جد مهمه، ولكن مع الاسف عدم حضور الاعضاء النصاب القانوني سيتم التاجيل تاعهم الى يوم الثلاثاء المقبل. ما نقدرش نقول لك انا السبب هو بانه هذه المؤسسه تنعرفوها احنا كاينه كمؤسسه قائمه بالذات جيري، ولكن مع الاسف الدور تاع اليوم احنا ما فاهمينش الدور تاع شنو يعني، ما تيبان لنا راه غير هكاك غير زايده. ربما تنفضل انا هذه المؤسسه هذا المجلس هذا ما يبقاش، اذا كان على بحال هكا زعما تنفضل بانه ما يبقاش، لانه تنشوفوا ما عدا الدورة اللي كان فيها توزيع اللجان هذه كانت الحضور الدائم تاع جميع الأعضاء، وفيما تلاحظوا فيما كانت شي دورة اللي فيها مهمة تاع اللجان ولا شي مناصب تيكون الحضور هائل، ولكن مع الأسف نفس الأشخاص يعني تاع الضواحي هما اللي تيحضروا 9 ولا 10 الناس ولا 11 اللي تيحضروا دائما من 72 إلى 76 دائما 9، مع الأسف مع الأسف مع الأسف هادشي ما تيفرق. النداء تاعنا واجب، الله يخليك، احنا راه كمستشارين انتخبنا من أجل الحضور، مسؤولين انتخبنا من أجل الحضور بجميع المجالس، يعني كيفاش أنا واحد تيجي النهار الأول تيهز يدو تيضارب باش يجي واحد المجلس ويدخل وتلاحظوا بأنه تيجي في الآخر ما تلقوش، مع الأسف هادشي ما تيشرفش، ما تيشرفش، زعما أنا كمنتخب ما تيشرفنيش رغم أنني بأن الحضور تاعي دائم دائم، عمري ما منك شي دورة. أنا واحد الإخوان تاع الضواحي مع الأسف اللي تيجيو اليوم هما الإخوان تاع مديونات تمليل الهراويين شلالات المحمدية اللي بعاد واحد 9 الأشخاص هما اللي تيجيو زايد واحد 3 من الدار البيضاء هما اللي تيحضروا دائما مع الأسف.